ينفعش اعيش غير بيه لاني عندي انسداد في كهربتي. ايه الجهاز اللي في قلبك؟ اللي هو تنظيم، بس انا ما ينفعش اعيش غير بيه عشان عندي انسداد في كهربه القلب. عندك ايه في عضله القلب؟ إيه لا، انسداد في كهربه القلب بقالي 7 سنين مركباه، وعندي ورم في صدري وبقي، وعندي ورم في الغدد. انا شايف الرب يديكي قلب جديد. انا كنت حاسه بوجع، كنت حاسه بقالي 7 سنين مركباه. 7 سنين مركبه الجهاز ده؟ اه. حط ايدك على قلبك. باسم يسوع المسيح الروح القدس بيعمل لها العملية. كل كهرباء، كل مشاكل في القلب تزول الآن باسم يسوع المسيح. نعبد إله له الاسم العظيم يسوع يخلص شعبه. سيبها تحت المسح، روح الله بيشتغل في قلبها. دي معجزة ايه؟ زرع قلب. زرع قلب؟ هي مش معجزة نسمع. واحدة، هي كذا معجزة. نرمين يوسف، انا من شبرا من القاهرة. انا عرفت الخدمة من عالنت. انا شفت الاجتماع بتاع حضرتك وانت بتصلي، انا لمس قلبي فقعدت ادور. انا مش عارفة مين سعيد عبده، فقعدت اسأل لغاية لما عرفت مكان حضرتك. حد قال لي ان انت تفتح كنيسة هنا في شهر 8. انا جيت لك في شهر 9 لاني ما كنتش عارفه اخد اجازه من الشغل. بس فلما انا جيت هنا في سلام كده حسيت بيه، انا عمري ما كنت حاسه بيه. انا لفيت الاول على اسس كتير وكهنه كتير قالوا لي معمول لك اعمال، لان انا عندي امراض كتير، كنت بنام واقوم بمرض ومشاكل فوق الوصف، لدرجه ان انا جالي اكتئاب حاد وباخد ادويه للاكتئاب، كنت عايزه انتحر لاني مش بلحق. كل ما انام اقوم بمرض، باورام بالقلب، اورام في البق، في الصدر، برجليا، برقبتي، انا مش عارفه كل ده بيجي منين. بس فاول لما جيت هنا وحضرت الاجتماع حسيت بخوف كده غريب. وانت اول لما حضرتك يعني عملت الاجتماع وخلصت وجيت تلمسني مرتين كان 13/9، انا فاكره اليوم كان يوم حد. فقلت لي أمي أنت عندك شايف مشاكل في سحر مرشوش عند البيت. قلت لك عندي مشاكل كتير، وعندي قلب مركبة جهاز في قلبي، وعندي أورام في صدري وبقي. فأنت صليت لي فحطيت إيدك على قلبي جامد. مالك قد إيه بتعاني من المشاكل دي؟ أنا فوق 17 سنة، مشاكل فوق ما حضرتك تتخيلها. أمراض؟ أمراض نفس الحكاية. ممكن تحددي الأمراض اللي كانت عندك إيه؟ أنا يعني لما نيجي نقول مثلا أنا عندي أورام، مهم نحدد أورام خبيثة في المرحلة كام، الدكتور شخص لي التقارير وتمسك التقارير تشرح لنا كده. يعني للقلب، لأن أنا من 2016 كان بيغمى عليا كتير، ما كنتش بقدر أتنفس، ما كنتش بقدر أتنفس، ما كانش حد عارف أنا عندي إيه، فكنت متمرمطه. في الاخر بقى في 2017 وقعت وقعه جامده، فقالوا لي ان انا المفروض عندي انسداد في كهربه القلب اللي هي بتشغل، اللي هي بتخليك تعيش. فانا كانت ضربات قلبي 24 درجه، قالوا لي انت كنت عايشه ازاي السنه دي كلها؟ بس ففجاه بقى رحت وكنت بخدم فوقعت في وسط الخدمه، فقالوا لي، قالوا لهم ان انا مت، فحد يتصل باهلها يجي ياخدها لانها خلاص ماتت. بعد شويه فانا ابتديت افوق، فجي كنت انا بخدم، فجي ابونا بيقول لي انت ربنا بيحبك، انت ازاي فوقتي؟ فودوني بقى معهد القلب، فحط عمل لي قسطره وركبوني في، قعدت في الرعايه اسبوعين، اسود اسبوعين في حياتي. يعني ما كانش ينفع ان انا اصلا اعيش، انا نايمه على السرير كده ما بتحركش خالص، ما ينفع. لو اتقلبت كده يطلعوني تاني اوضه العمليات عشان خاطر الواير فك، ان انا كان متركب لي جهاز في رجلي زي مفتاح المروحه، فكان كل ما يجي حد وصل للقلب عشان اقدر اعيش يرقب، بل ما يركبوا لي الجهاز ده يستوردوه من بره لان كان سني صغير.
وما ينفعليش اي واير، لازم باتنين واير بس. فكان يعني الدكاتره الكبار يجوا يقوموا قافلين الجهاز، انا اروح تتسحب واروح. عملوا لي كل الاشعاعات وكل التحاليل، بيقولوا لي انت طب بتاخدي ادويه، بتاخدي حاجه؟ ما هو مفيش سبب. ده انسداد في كهربه القلب زي عيب خلقي من زمان، بس ما كانش عندي، ده فجاه ظهر بس. فبعد كده بقى عملوا لي عمليه، دخلوني يوم 14/8. هي المشكله ان انا كل سنه بتعب في شهر 7 ويوم عيد ميلادي 2/8 لازم اعمل عمليه، كل سنه بعمل عمليه بس. فدخلوني بقى اوضه العمليات، بقى كانت عمليه صعبه جدا. عايزه اقول لحضرتك بنج موضعي، انا حاسه بالمشرط ساعتين بصرخ وبعيط. بعد كده بقى يعني كان الموضوع صعب بالنسبه لي. انا طلعت من اسبوعين العمليه ده خس 10 كيلو، ما باكلش ونفسيتي زي الزفت وجالي بهاء من الزعل بس. ففضلت بقى بالجهاز ده، قال لي ما ينفعش تعيش غير بيه، كل الجزء ده ملفوف لمده اسبوعين ولازم اخد مسكن، ما اشيلش حاجه تقيله، ما اعملش اي مجهود. يعني كانت حياتي مش حلوه، والجهاز ده عشان بس اتنفس واقدر اعيش ما يغمش عليا كل شويه، لان انا كنت في اي لحظه افقد الوعي. حتى كنت اروح الشغل ممكن اقع في الشارع، اخواتي يجيبوني من المستشفيات بس. فبقيت عايشه بيه 8 سنين بس. طبعا بقى ايه، تعبانه مش زي المجهود الاول، نفسي بيتكتم، الم فظيع في قلبي، لو شلت تقيل اتعب جدا بدرجه ان انا من يعني انا مركباه بقى لي 8 سنين من 2017، بدرجه ان انا بعد 2017 ابتديت بقى اتعب تاني، يجي لي نفسي اتكتم، مفيش دم وصل للمخ، بدرجه الدكتور قال لي انت من سنتين قال لي انت محتاجه تعملي قسطره وتركبي دعامات. طب انا مركبه جهاز اركب ازاي تاني يعني بس. فعملت اشعاعات كتير. دكتور امير شوقي ده عندنا في 8 سنين عايشه بالجهاز ده، ما ينفعش اعيش غير بيه، حتى بروح كل 6 شهور في الكراسه. ممكن تشرح لنا التقارير اللي معاكي بتقول ايه؟ أيوة التقارير هنا في انسداد، رحلتك مع الاطباء هنا في انسداد في كهربه القلب، مفيش ضربات، الناس كلها عندها ضربات، هي بتتثبت من 90 لغايه 60 كويس، انا 24 دي انا بموت. انا فعلا كنت بمجي انام مش عارفه انام، نفسي مكتوم وبحس ان انا ميته، ضربات قلبي مفيش ضربات، انا سامعاها بس مش هي. فاللي هو انا ما كنتش بقدر اخد نفسي، ما كنتش بقدر امشي، دايما جيلي دوخه. حتى بعد ما ركبت الجهاز نفس الحكايه، دوخه بس مش بيغمى عليا، دي يعني فادتني ان انا مش بيغمى عليا كل شويه بس. فراح قالوا لي لازم اتبرمج كل 6 شهور، بروح معهد القلب. بعد كده رحت الدمرداش، في حاجه اسمها برمجه يظبطوا الجهاز عليه بس. فلما انا جيت هنا وحضرتك صليت لي، او انا اتشفيت على مراحل، يعني كل مره ما باجي بتشفي على مرض بيطلع من جسمي. فحضرتك جيت يوم 3/11، انا كنت قاعده هنا صليت لي، فانا وقعت. فحضرتك بتقول لي قومي، انا ربنا بيقول لي ان انت في حاجه في قلبك. قلت لك انا مركبه جهاز. فصليت لي تاني، انا نايمه انا سامعاك بتقول يا روحي الكانسر اطلع منها وسيبوها عشان المسيح بيعمل لها بيزرع لها قلب جديد. حسيت كهربا فعلا طالعه من قلبي ومن صدري، اللي يعني جايه مرحله صدري دي بقى بعدين، كهربا فظيعه. المسيح عمل لي عمليه في 5 دقايق، ما كنتش بعيط ولا بصرخ. وقعدت في اوضه العمليات من 8 سنين بعيط واني بتشرح، انا حاسه بالمشرط، والدكتوره تقول لي اصل انت صلصه ايه ده مشرط، وعيط وعماله اصوت، والمسيح عملها لي في 5 دقايق. بقيت متعجبه، يا رب اشكرك بجد ان انت، لا هنا المستشفى، هنا الشفاء، هنا الطبيب فعلا. المسيح في 5 دقايق بيعمل عمليات كتير، ما حدش يروح اي مستشفيات ولا يسمع كلام دكاتره ولا ابونا يقول لك صليبك، لا هنا.
هنا فعلا المسيح موجود. بس فحضرتك بقى قلت لي ايه؟ روحي اعملي رسم قلب وتيجي تشهدي. بص بقى الشيطان عمل وقت وقت لما وقعتي في الارض ووقت الصلاه بوضع اليد وروح الله لمسك، انت قلتي شعرتي بجسمك الكهرباء. ذبذبات كهرباء، كهرباء بتطلع من صدري لما قلت له اطلع يا روح الكانسر. لان انا برضو زي ما نمت وقمت عاملة عملية برضو، بس الورم ده حميدي. يعني انت كان عندك أورام وعندك مشكلة في القلب. أنا عندي أورام في كل حتة. أورام منتشرة في كل جسمك. فجأة أنا بنام، أنا مش عارفة بتيجي منين، أنا بنام وأقوم بمرض. بقيت لا، اللي أنا فيه ده مش طبيعي. أنا كنت عارفة أني معمول لحاجة، لأني بشوف كوابيس صعبة جدا، مشاكل غريبة، ما بنامش بشوف حاجات سودة عندي في البيت، جسمي كله بيزرق، وجعني، مش طايقه حد، مش عايزه اشوف حد. فكنت برضو في يوم من الايام من 2019 نمت قمت حاسه بكلكيعه في صدري جامده وجعاني. ولما روح الله لمسك؟ لا، مفيش اي حاجه. بعد ما قمتي حسيتي بايه؟ لا، بفرح، بسلام، مفيش حاجه في جسمي، مفيش الوجع المحجر. انا كان مثلا سوري هنا في صدري 12 ورا والتاني 13 حاجه، يعني غير عاديه. اوجاع في الجسم، اوجاع وكلاكيع، اورام. اورام بدرجه الدكاتره مش مصدقين ايه الاورام دي. وعملت عمليه في 2019 2020 شهر 8 برضو في معهد الاورام، شال لي الورم لانه كبر، قال لي ده ورم حميدي بس لو سبناه هيقلب بالكانسر، كل ما يكبر هنشيل ورم. طب انت هتشيل ازاي؟ هتشيل ايه ولا ايه وعندي هنا الجهاز؟ 12 ورم في الجسم. يعني عملوا لك 12 عملية دكتور؟ لا، في كل صدر 12. كل صدر 12. تعيش ازاي؟ بفضل ربنا بصراحة، ايد ربنا كانت معايا في كل حاجة رغم اللي انا كنت فيه، بس هو كان سندني، عمره ما سابني. ده الحب الغير مشروط. ليك المجد يا رب بجد. انت قلتي جملة مهمة، ان روح الله عمل لك العملية في 5 دقايق. بعد ما قمتي وروحتي احكي لنا المعجزه، ايه اللي حصل؟ وهل عملتي اشعه عملت حضرتك قلت لي انا روحت مذهول، عندي ذهول لما قمت. ايه ده 5 دقايق ازاي؟ لا، انا مش قادره اصدق ايد ربنا لمستني، رغم ان انا جيت في وقت الاحباط كان عندي شديد. مفيش معجزات، زمن المعجزات ده انتهى. لا، انا بقيت عامله زي مفيش كوبايه بتتكسر وبتتصلح. انا كنت بقول لنفسي كده، انا كتير يعني وجع قلبي اكتر ناس قريبه مني تخلت عني، وكانوا بيعيروني اصل انت عندك القلب، اصل انت مريضه. فحتى ابونا اللي خدمته في الكنيسه 5 سنين في خدمتي يقول لي ما ينفعش اشغلك عشان انت عندك القلب، انت مريضه. فوجع قلبي هو اكتر ودخلني في حاله نفسيه وحشه. قلت له طب انا يا ابونا ما عنديش وجع، ما عنديش القلب في خدمتي من الصبح للليل عامه عند ربنا. فحسيت ان ربنا فعلا ما ضيعش خدمتي ليه، انا مش بخدم بن ادمين، انا ربنا. فاني لمسيته ليا مش عايزه اقول لكم قد ايه فرح، فرح غير عادي، مش مصدقه. بقيت اشكره اقول له ما استاهلش حقك عليا يا رب، انا اسفه، انا زعلتك، انا جرحتك، انا كنت عندي حاله اكتئاب بشعه. فكنت بقول له كلام انت فين، انت مش موجود، انا كل الناس خلت عني، حتى اخواتي، انا لوحدي، درجة اني مش عارفة ما بقدرش اطلع سلم نهائي، بنها جامد بموت. فالدكتور قال لي لازم تاخدي شقة في دور ارضي، فاخدت مكان في شبرا في دور ارضي عند حد قريبي، بس كان عليها مشاكل وكده الشقة دي فاخدتها. عايزة اقول لحضرتك السيس ان الشقة دي جات لي شيطانة قالت لي انا ساكنه في المكان ده وهرقدك ومش هخليك تتجوزي خالص ومش هخليك تقومي من على السرير. وفعلا مشاكل غريبه 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 ورقد على طول، ادويه كتير فوق ما تخيل، الاشعاعات دي ولا حاجه، ده انا عندي في البيت بالكوم مش عارفه اجيب ايه ولا ايه، وانا جايه مش عارفه اشيل. يعني اورام في صدري، اورام في بقي، قلب، عظام. الدكاتره بعد كده عملت تحاليل قالوا لي تحاليلك سليمه، انت معاكي ورق واحده سليمه. منين الامراض دي؟ انت عملتي تقارير بعد الصلاه؟ ممكن اشرح لنا التقارير الاطباء؟ بص هو هنا قولي قبل الدكاتره هنا بتقول ايه؟
وبعد هنا الدكاتره في انسداد في كهربه القلب. بص ما فيش اللي هي الضربات اللي طالعه نازله دي يعني دي ساده كده ما فيش ما فيش خالص اهو. بعد بقى المعجزه اهو القلب سليم طالع نازل. كهربا اشتغلت. لا ده كمان انا كانت عضله القلب كانت قليله كترت بقت 67. كان في مشكله في عضله القلب لان طبعا مجهود بنا مجهودي كله على الجهاز طبعا اي مجهود بعمله بتعب جدا بنعج وبتعب. دلوقتي مفيش الم نفسي كويس. ده كمان المعجزه الاكبر ان الدم واصل في جسمي كله لما بتعور بجيب دم لساعتين. هللويا. ما كانش واصل ما كانش عندي كنت باخد دواء للسيوله. كانش عندك في دم؟ لا مش مفيش لان في انسداد. كنت دايما بتاخدي ادويه اسبرين للسيوله وكمان بيجيلي صداع رهيب مش قادره اتحمل. انا لا انا شفت ايام صعبه صعبه فعلا 17 سنه مروا انا عايزه انساهم لان شفت فيهم الم بشع ما بنامش وجع في كل جسمي امراض كتير دكاتره ادويه درج كموت كده. انا الصوره بس في الموبايل مليان ادويه باخد كل حاجه بقيت بدرجه قلت ده انا مسنه بقى انا خلاص كده انا شويه واخش دار مسنين يعالجوني. وفي رغم كل ده في الثمان سنين انا كنت بخدم مسنين بخدم معاقين اخوه رب مغتربات اخر حاجه. يعني كنت خادمه في الكنيسه وعندي كل ده. كنت راميه نفسي في الكنيسه. يعني كنت خادمه ومقيده بالارواح الشريره. وكنت مسؤوله تنظيم في كنيسه كمان معروفه قوي في يعني سوريان اورثوذكس. قعدت فيها خمس سنين انا مسؤوله تنظيم وكنت باخده مع ابونا في كل حته. الكنيسه الارثوذكسيه. سوريان بس اورثوذكس. سوريان. بس وكنت بخدم في شارع المعاقين قعدت سنتين ومسكت دار مسنين مع الانبا دانيال. قولي لنا انت يعني رحلتك مع المرض. لا كانت صعبه. ما ربنا ما يوريها لحد. اوكي بعد ما خدتي لمسه من الرب انت في ايدك تقارير الشفاء انا شغال والادله ان حصلت معجزات. دي مش معجزه شفاء دي كانت مركبه جهاز في قلبها لان القلب ما كانتش بتوصل له كهرباء وكان يعني حالتها صعبه جدا وبتاخد وجهاز تنفس جواها وحاجات لا ده المفروض اركب جهاز تاني بقى شهر 8 قبل ما اجي لحضرتك. قلت لا مش هركب لان انا وانا نايمه بتجيلي قلبي بيفصل ويشتغل فجاه زي عارف حضرتك موتور الثلاجه كده لما. فالدكتور رحت قلت له انا بتنتر جامد وبحس ان انا ما عنديش وعي وفجاه اتنتر والم جامد في قلبي. رحت عملت تشيك على الجهاز قالوا لي كويس. عملت البرمجه مفيش حاجه. فقعد كده راح عمل لي بقى ايكو قال لي لا انت في تفويته كمان في القلب. التفويته دي اكبر غلط لان في اي لحظه ممكن اموت تاني يعني. بس فقال لي لازم تركبي جهاز تاني. قلت له طب ده احطه فين؟ يعني كل اللي انتوا بتقولوه ده انا اعمله ازاي؟ قال لي لا. قلت بس. فربنا بعتك ليا في الوقت اللي انا كنت يأسانة جدا. وبقول مفيش خلاص. لا ربنا سايبني. مفيش معجزات اصلا انتوا بتتكلموا ازاي؟ مفيش يعني مفيش حد بيشفى. واتشفعت بالعضل. وبالقديسين وماري جرجس واروح لابونا ده صليبك يا بنتي صليبك استحملي يا ابونا مش قادره موجوعه يا ناس وعيط له اقول له مش قادره اقف ما كنتش بقدر امشي. يعني انا مثلا ساكنه في شبرا اوصل لشوكولاني مش قادره امشي مش قادره اجيب حاجه. وكورونا بقى مثلا لما جت كورونا خدتها ست مرات دي كانت بتقضي عليا زياده بقى. بس فرحت قلت لابونا انا خلاص انا قلت له على حضرتك. بس ابونا باعترافي راجل عسل متفاهم وفرح جدا وقال لي ابعت له ناس. اهلا وسهلا. وخد التليفون. في اباء كهنه امنا ما عندهمش تعصب لان التعصب عمل شيطاني بيعمي الانسان. في اباء كده بيهمهم ان الناس تشفى ويهمهم ان المسيح يعمل مش مهم بيعمل بمين. يمكن اهم حاجه ان الناس تخلص. لا وهو مقتنع بحضرتك لما انا اقنعته وشاف الفيديو ووريته له راح قال لي انت بتيجي انت عندنا غلبان. لا روحي ده الراجل ده فيه الروح القدس والرب مديله الروح القدس.
بس فمعجزة بقى تانية اللي هي طبعا الورم، ما فيش ورم في صدري، ما فيش وجع، ما فيش كلاكيع، ما فيش ألم نهائي. هي بس يعني انت لو وصلت لي موضوع بقي، ورم في بقي ده بقى اشرح لنا انت الأشعة او التقارير، انت في تقارير كتير فعايزين نعرف ايه الدكاترة دي اللي هي البرمجة كل 6 شهور. بص قد ايه البرمجة اللي انا بروح البرمجة كل 6 شهور، انا المفروض ان انا اخد ميعاد ما روحتش عشان انا مش خلاص انا خفيت. 6 شهور كل 6 شهور اروح اتبرمج، اتحط لي برمجة ماوس كده ويتعمل على الكمبيوتر. انا عايزه هي مشكله الحاجات كتير جدا، وده بتاع الزيتون اللي انا عملت فيه ده الاشعه بتاعت الزيتون، ان انا المفروض الدكتور قال لي ان انا اخش اعمل دعامتين وقسطره. انا طبعا كنت تعبانه بموت، فراح دخلت الزيتون التخصصي. هما انا عملتها على نفقه الدوله لان الدعامات غاليه جدا، تعمل حوالي 30,000. فلما دخلت بيركب لي القسطره ما لقانيش محتاجه دعامات، قال لي ده تسليك شرايين بس. فانا قلبي كويس ما فيش تسليك شرايين، ما عنديش اورام. بعد الشفاء انت دي تحاليل بعد الشفاء ولا قبل؟ لا دي تحاليل بعد الشفاء. الدكتور بيقول ان مفيش اورام. مفيش اي حاجه، ده كل الاورام اللي في جسمك اختفت. لا اختفت، مفيش تسليك حاجه. ما كنتش بنام الوجع، وجع ونار كني زيت مغلي في صدري الاثنين. يعني احساسك ان مفيش اورام والتقارير بتثبت ده كمان؟ لا مفيش حاجه. بعد يعني انا عامله عمليه شايله الورم الكبير، مش شرحني يعني مش رايحيني بطريقه بشعه، فقلت انا مش هعمل حاجه. لما انت حضرتك لمستني وقعت قلت روح الكانسر اطلع منها، طلع كهربا طالعه من صدري من جسمي كله. كان يوم كام ده؟ كان يوم 3/11 يوم جمعه. انا اتحررت كذا مره على حاجات كتير يوم جمعه، وفي حاجه نربط المعجزه ببعض. يوم 3/11. فبعد كده في معجزه مهمه دي بقى فظيعه ديت، لما جيت لك يوم 13/9 وبرضو حررتني، كنت طالعة فرحانة. عمري الفرح ده بقالي سنين نسيته، بقالي سنين نسيت الفرح، نسيت ان انا اضحك بقى بومة، حسيت ان انا بومة يعني معلش بس حسيت بفرح وسلام كده. داخل طلعت جريت على صاحبتي دي، هي جبتها معايا هي وابنها، قلت لها انا اتشفيت، انا اتعمل لي معجزه، انا فرحانه. وما كنتش باكل، طلعت اكلت 4 سندوتشات مش عارفه ازاي. هاليلويا. بس فهي اللي انت جبتها هي وابنها، وانت عملت بعدها معجزه برضه. بس ف يوم بعديها انا كان عندي جارتي دي صعبه جدا، موراني سواد سنتين وبتعمل لي اعمال وبترميها وكلام. فجيت تاني يوم، انت قلت لي انت وحضرتك قلت ان تاني يوم بيبقى الروح القدس لسه معاك، فانا وشي بان عليه. فهي كانت عماله تكسر تكسر، مجنونه جننت تكسر في الدنيا. فانا قلت اطلع بدل ما تقوم عليا وما تنيمنيش. فطلعت بامانه بامانه، انا شفتها وحشه جدا وهي ما طقتنيش، قعدت تقول حسبي بالله من الشيطان الرجيم، مش عايزه ابص في وشك، مش عايزه ابص في وشك، امشي امشي انزلي. وبقت تجيب البتاع من على الباب وتغطيها وتقول لمرات اخوها نزليها، حسبي بالله مش عايزه. هللويا. قريتها غير مسيحيه، شافت الروح القدس فيها، مش قادره تبص في وشها بعد ما قبلت الروح القدس. الشخص اللي بيبقى مليان بالروح القدس ممكن جارك يبقى فيه شياطين ما يقدرش يبص في وشك، هي بتشهد. ايوه هي فعلا انا شفتها غريبه، مش دي اللي انا عارفاها، شفت شياطين في وشها ما قدرتش، مش قادره تبص في وشي. فنزلت بقى مبسوطه قوي كده، ايه ده بجد، الله ده انا فرحانه. لا ده عليها شياطين، ما فيش كام يوم انا مجرد انها شافتك ظهرت عليها شياطين. ايوه هي مش صوت. بس بصوا المعجزة الكبيرة مش بس شفيت من الأورام ومن المشاكل الكبيرة اللي في القلب، لكنها قبلت الروح القدس، وده المعجزة الكبيرة. أيوة صح. معجزة المعجزات هي قبول الروح القدس. انتبهوا للكلام ده، لأن الشهادة فيها عدة دروس روحية نقدر نتعلمها. انصتوا لكلامها كويس. بس فبعديها بكم يوم بهدلت الدنيا وكانت تطلع في البيت وخربت الدنيا،
راحت بقى مستشفى المجانين. فانا الوحيده اللي شفتها كنت بنشر شفتها وهم شايلينها. بقى لي 5 شهور هي مش موجوده والبيت زي الفل. لان هي كانت بتاذيني على طول. اللي كانت بتعمل لك السحر. على طول خدوها ودوها مستشفى المجانين. خلاص شايفين اول ما شافت الروح القدس فيها الشياطين اتهزمت. ما حدش كان قادر عليها. كانت الشر يميت الشرير. دايما بيجي لي ناس يا رجل الله احنا جيراننا صحراء طب نعمل ايه نعزل من البيت؟ لا، المؤمن المسيحي الحقيقي هو اللي يطفش الشياطين مش من البيت بس، من المنطقة اللي انت عايش فيها كلها. المنطقة كلها تتبارك بسبب شخص فيه الروح القدس. لسه في تاني، في حاجات تانية معجزات. نعم، في حاجة تاني حضرتك لما بتطلع شياطين، في واحدة انت رحت لها البيت ونظفته، فانا البيت طبعا كنت بشوف حاجات سودة في الشقة. انا ما بزورش حد في البيوت. ما انا عارفة. لا انت بالروح رحت لها بالروح يعني. انت بقى جيت لي برضو. يعني بقيت اقول اشمعنى انت رحت لها؟ طب تعالى لاختك، انا لوحدي وانت زي اخويا. انا فعلا بحبك زي اخويا، بس فبقيت اقول يعني انت نظفتها. انا فعلا اخ ليكم في المسيح. يعني مش بس اب روحي. بصراحة لا انت جميل، انا اخوكم الصغير. فبقيت بقى في الاجتماع هنا، طب انت رحت لها، طب تعالى نظف لي. كل ما اقعد في البيت كوابيس فظيعه، واشطانه تطلع لي تقول لي انا ساكنه هنا وشكلها وحش من 100 سنه مثلا، ومش طايقه البيت ولا طايقه الشغل ولا طايقه حد. فايه انا لما جيت هنا يوم راس السنه، انا حبيت ان انا اجي ابتدي راس السنه مع المسيح سنه جديده، فانت وزعت علينا منديل المسحه، وقلت المنديل ده تخلوه معاك بقوه المسحه اللي عندي هتلاقوها في المنديل. فانا سبتها في البيت ورحت عند اصحابي في اسكندريه في الغطاس، قعدت كام يوم. اليوم اللي انا رحت فيه هناك انا حسبت المنديل، قلت بقى اخ سعيد انت بقى نظف البيت، عشان انا خلاص مش معيش فلوس عشان اجيب شقه ولا اروح في حته تاني والنقل وانا تعبت. بس فحلمت ان حضرتك هديت البيت كله وبنيت بيت جميل، وقعدت تنتهر الشيطان وتقول له ما تجيش هنا تاني، ما بنتهره باسم يسوع كتير. فانا بعد ما حكيت لاصحابي الكلام دوت، فقالوا لي يا بختك اشمعنى انت بتحلمي كل شويه بيه واحنا لا. فانت بتجي لهم برضه. فدخلت البيت، روحت رجعت القاهره، البيت ايه ده؟ سلام غير عادي. ما بحلمش بكوابيس، ما بشوفش حاجه سودا، كل حاجه انت نظفت فعلا كل حاجة في البيت. يسوع بيعمل. هللويا، مبروك عليك الشفاء. انت كنت بتؤمني ان مفيش معجزات. تحب تقولي ايه للناس اللي كان عندها نفس الايمان العكسي، ان مفيش معجزات وان مفيش عمل للرب في الايام دي؟ تحب تقولي لهم ايه؟ احب اقول لهم بتجربتك، يعني لا في معجزة. خبرتك والتجربة اللي مريتي بيها. هنا المسيح، هنا المستشفى، هنا الشفاء، في 5 دقايق مش هتخسر حاجة. دي 5 دقايق هتيجي تاخد الشفاء. ده المكان فعلا اللي فيه المسيح. أنا باجي فرحانة، ورغم إن أنا عندي صاحب الشغل كان مانعني كام شهر إن أنا ما أجيش، ويقول لي ده صليبك العيا. قلت له لا، بقيت بصراحة كل مرة أكدب عشان أجي، حتى مش فارق معايا إن أنا أشتغل، بس أنا عايز أجي. أنا مبسوطة، بقول لأصحابي أنا نفسي أقعد هنا، أنا مش عايز البيت، انا عايزه سلام. اهلا وسهلا بيكي في ديار الرب. يعني فهنا الشفاء، تعالوا هنا المسيح موجود، ايديه ملموسه في كل حته هنا في الكنيسه. ربنا موجود في كل مكان، بس هنا الاساس هو ظاهر. في حاجه كمان، معلش انا طولت عليك، انا يوم راس السنه وانت حضرتك بتصلي شفت في اورتك دم المسيح وايديك. امين. فعلا انا بشكر المسيح وبشكر حضرتك، ربنا بجد يقويك ويخليك. يعني انت جيت لنا من السماء، فعلا انت جيت لنا، المسيح جابك من السماء عشان تشفي كل الناس دي. الناس دي كانت هتهلك، هتروح فين؟ احنا فعلا كنا عطشانين، احنا كنا عطشانين، بس احنا تروينا دلوقتي بالمسيح. دايما انا بقول انا استجابه لصراخ ناس كتير. اي امين. شكرا شكرا.